هل فشلت ثورات الربيع العربي أم أن الشرق الأوسط أثبت أنه عصي على الديمقراطية والتغيير؟ 4 أعوام ونيف مضت منذ إشعال شرارة الاحتجاجات والحراك السياسي الذي أعقب حالة السبات الشتوي للأنظمة العربية، تونس أولا ومصر وليبيا واليمن وأخيرا سوريا، بلدان لا تزال تكافح من أجل الخلاص من موجة العنف التي ضربتها عقب ثورة الربيع العربي. وفيما نجت تونس الخضراء من الحرائق وخرجت بانتصار ديمقراطي بأقل قدر من الخسائر، حظت سوريا بالنصيب الأكبر من القتل والدمار والهجرة. وعلى الجوار من سوريا وضعت مصر الثورة رئيسها المنتخب محمد مرسي خلف القضبان، وأصدرت بحقه حكما بالإعدام وأطلقت سراح رموز النظام القديم. وليس ببعيد عن مصر تعيش ليبيا وضعا مأساويا تحت قبضة ميليشيات تقاسمت تركة العقيدة الدكتاتور وتلاشت معها فكرة الدولة وفرص الاستقرار. أما في اليمن استثمرت ميليشيا الحوثي مساحة الديمقراطية التي منحتها ثورة الشباب السلمية، واندفعت بدعم إيراني لالتهام البلد الذي عاش أزمة في الاقتصاد والحريات العامة. سيطرت الميليشيا على مؤسسات الدولة ودمرت مقدرات البلاد ومدنه، وتلاشت تحت صرختها وأصوات البنادق كل فرص السلام الممكنة. دخلت دول الربيع العربي في صراع تقاسمت فيه القوى الإقليمية والدولية حصصها في تجارة السلاح والموت وبيانات التنديد، وتشابهت وحشية النظام السوري وميليشيا الحوثي اللذان يلتقيان في مرجعية مذهبية واحدة وحليف مشترك يمدهم بالسلاح والمال وخبراء الحرب. كانت روسيا الظهير الأقوى للمشروع الإيراني في المنطقة، وظلت أمريكا تلعب بحرص في دعمها للطرف السعودي المناوئ لطهران. ودخل الإرهاب بمسميات مختلفة كحامل لمشاريع ومشاريع أخرى تتوارى خلفه إلى حلبة الصراع. وأمام الحضور الطاغي للموت وأدواته، أصبح السعي للحصول على ممكنات الحياة والبقاء هو غاية الغايات، وغابت عن الأذهان فكرة الربيع العربي وتوارت أحلام التغيير وتشتت رفاق الثورة. فهل استعادت إرادة الشر توازنها وأصبحت أكثر تماسكا من حلم الثوار وسلميتهم؟ يرى مراقبون أن غياب المؤسسات الديمقراطية أسهم في كل هذه الفوضى وأعاد إنتاج الأنظمة القديمة وتموضع الدكتاتورية تحت مسميات مختلفة، وأصبح الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية السلمية شاقا ومتعبا بعد أن طال أمد العنف وبدت الصورة أشد قتامة عن ذي قبل. إلا أنه كما يؤكد قانون التاريخ أن الطريق إلى الحرية ليس مفروشا بالورود.